وقعت وزارة الإنتاج الحربي بروتوكول تعاون مع كل من صندوق تحيا مصر وشركة الريف المصري وشركة جنان الإماراتية لزراعة 20 مليون نخلة والمحاصيل الحبوبية والزيتية المختلفة وإقامة مصنع سكر من التمور. وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار إن هذا المشروع يعد طفرة هائلة في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية ويساعد في تنمية الدخل القومي لمصر من التمور. وأشار المدير التنفيذي للصندوق تحيا مصر محمد عشماوي إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة التنمية المستدامة للدولة.